السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم أستاذ خالد، كيف الحال؟ كيف الصحة؟ عساك بخير. كيف الحال؟ أهلا وسهلا. الصحة. كيف الحال؟ كيف الصحة؟ أهلا وسهلا. عساك بخير. الله يشرف وجودك يا أخي. يا أهلا وسهلا ومرحبا. حياك الله وبياك. يا حي. مكانة بارك وجودكم جزاكم الله خير. يا أهلا وسهلا ومرحبا. حياك الله ونحن أكثر. بارك الله فيك. يا مرحبا وسهلا. ناشد عبد الله. ناشد مش علوم أبدا. ساكن الدار. مصوبكم. شو علوم ولا أخبار؟ في المكان الطيب ما شاء الله. وحصن قعلان بني ابو حسن ما شاء الله. زين تعرفنا على هذا الحصن وعلى مرفقات ان شاء الله، ونحن داخلين على بركه الله. بسم الله. جزاك الله خير. تفضل 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 تفضل. حصن قعلان بني ابو حسن. شيد حصن قعلان بني ابو حسن كجزء من نظام تحصيني قديم يشتمل سابقا على سور واسع للمدينه. وقد بني هذا الحصن في عهد السيد سعيد بن سلطان بن الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي على بقايا مبنى قديم سابق أنشئ في عهد الإمام مهنا بن جيفر في القرن الثالث الهجري سنة 226 هجرية. والحصن شكله دائري مبني بالصاروج والحصى العماني، ويبلغ ارتفاعه 8 أمتار وقطره 50 مترا. يحيط به سور خارجي بمساحة تقدر بأكثر من 5000 متر مربع. زين تخبرنا سيد خالد عن هذا الحصن الشامخ، خاصة أني عرفت أنه تم تشييده في القرن الثالث الهجري، يعني تاريخ عظيم. زين تخبرنا عنه وعن مرفقاته. نعم الحمد لله، مثل ما قرأنا وطلعنا عن هذا الحصن، بني يعني في أيام الإمام المهنا بن جيفر ما شاء الله رحمه الله في القرن الثالث الهجري والقرن التاسع الميلادي الواقع. نعم أيوة. وبعد ذلك أعيد بناءه وتوسعته أيام السيد سعيد بن سلطان، يعني المرحلة الثانية. يعني حسب اللي بفهم من كلامك ان الحين ما بنفس هذا الحجم كان في المرحلة الأولى اثناء التشييد. نعم وسع. المرحلة الثانية وسع. نعم على أنقاض ذلك الحصن القديم. القديم نعم. بني أيام الإمام المهنا بن جيفر. أيوة. واضح نعم. أيام السلطان سعيد بن سلطان. نعم. وعيد توسعته. نعم. وبناء. واضح نعم. وسعوه. تقريبا يعني بعد 1000 سنة. القرن الثالث عشر. تقريبا نعم. ما شاء الله. القرن الثالث عشر الهجري. أيوة. الهجري يوافق التاسع عشر الميلادي. ما شاء الله. نعم. مرفقاته إيش يحتوي هذا الحصن؟ مرفقاته الحالية الآن. سكن فيه سكن الولاة. نعم. اللي كانوا يتعاقبوا عليه والقضاة. نعم، يعني معناته إن كان هذا الحصن كأنه منطقة إدارية تدار منه ال... أيوة. يعني الأحكام والتنفيذية وغيرها من أمور من هذه من هذا الحصن. نعم. يعتبر هذا المركز الإداري. واضح. الولاية. واضح نعم. حتى ايام السلطان سعيد بن تيمور. نعم. استمر هذا الحصن كان يعني الحصن وبدايه عهد سلطان قابوس. نعم ايضا استمر هذا الحصن. واضح. يدير شؤون الولايه. نعم ما شاء الله. تم الانتقال الى الحصن الجديد ما شاء الله. مساحه ما شاء الله شاسعه، يعني وسور ما شاء الله توصل الى 5000 متر مربع ما شاء الله. الداخل ايش المرفقات من الداخل؟ مرفقات مختلفه بين الغرف، بين سكن الولاه، سكن نعم. القضاه. نعم. كذلك غرف الصلاة. واضح. نعم. وكذلك أبراج هي وظيفتها الدفاع. نعم. أتوقع جالس استقبال الضيوف. واضح نعم. والبرزة برزة الشيخ الوالي ومشايخ الولاية. نعم. والوجهاء أثناء الأحكام أثناء عمليات الصلح. نعم واضح. نعم. واضح. شيء في مدرسة قرآن ولا؟ أنا لعل درسوا في فترات. نعم. لكن خارج كانوا هنا في مبنى. نعم. خارجه كان مبنى. نعم. نعم. ما شاء الله. أنا سمعت هنا بمنطقة اسمها المنجرد. نعم. صح النطق المنجرد. المنجرد. نعم. هذه المنطقة حقيقة يعني ودنا نعرف عنها أكثر. نعم. وإن شاء الله بعد هذا الحصن وبعد ما عرفنا جزاك الله خير على هذا المكان الرائع ننطلق الآن إلى منطقة المنجرد. إذا من أقدم ثالث حصن في عمان إلى منطقة المنجرد بإذن الله.